حسبنا الله ونعم الوكيل. اجي تشوفوا معايا اليوم شنو وقع بمدينة مغربية. هاد الشيء اللي وقع مؤسف جدا جدا، هاد الشيء اللي وقع الصراحة، وهذا التصرف اللي وقع همجي، ما كيليقش بوحدة مثقفة، بوحدة بالعقل ديالها. اكيد هادي شي وحدة مستيا. فاختارت ام ديال تلميذ ان تقيم شرع يدها، يعني دير الشرع ديال يدها في حق استاذة بمجموعة مدارس ولاد بوصالح بجماعة عين الشقف التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية بولا يعقوب. فاعتدت عليها أمس أمام أعين تلاميذ ديالها بطريقة مهينة جدا، عرضتها للضرب والجرح والرفس ومسحات بها الأرض. هادشي اللي ادى الاصابه ديالها بجروح وردود، نقلات على الاطر ديالها للمستشفى بمدينه فاس. الام ما اكتفاتش، يعني الام الغاضبه ما اكتفاتش بالضرب ديال الاستاذه، بل كذلك دفعتها باش انها يصطدم الراس ديالها بباب ديال القسم. للاسف جرتها من الشعر ديال الراس ديالها ووصلت الرفس ديالها والسلخ ديالها في الارض ومسحات بها الارض. كيف كنقول لكم كنقولها وكنعاودها، قبل ما يتدخل حارس المدرسه والزملاء ديال الضحيه بعد ما فشلات محاولات ديال انها تدخل المدرسه، بعد ما دفعات الباب ديال المدرسه، يعني الباب الرئيسي، بواحد الطريقه مستفزه، بواحد الطريقه اللي همجيه جدا. وعلى مراه الحارس حاول باش انه يمنعها من الدخول ولكن بدون جدوى. نقلت الضحيه الى المستشفى الحسن الثاني بفاس، فتلقات العلاج ومنحت لها شهادة طبية مثبتة لمدة العجز المؤقت. عجزت بها الشكاية ديالها إلى النيابة العامة في مواجهة الأم، وفتح فيها تحقيق من طرف الدرك بالمنطقة اللي استمع إلى العاملين بالمؤسسة والأم في انتظار الإحالة ديالها على المحكمة بعد استكمال كاع الإجراءات. فطول الثقة شريط فيديو من نحو 18 ثانية هاد الاعتداء وحالة الهيجان اللي كانت عليها الأم وهي كترافق الابن ديالها وكتدفع الباب الخارجي للمدرسة بالقوة وكتوجه مباشرة إلى الحجرة ديال الدراسية، وكتمسك بالأستاذة وكتطرحها أرضا وكتواصل الاعتداء عليها بطريقة هستيرية، ما أثار غضب العاملين بالمؤسسة. نظموا وقفة احتجاجية وتضامنية. كيعتبر هذا الحدث ثالث لحالات العنف في الوسط المدرسي بجامعة عين الشق في مدة قصيرة، بعد ما تبادل الأستاذ ومدير ثانوية التقدم الضرب والجرح في مكتبه الثاني. فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا التصرف اللي دارت هذه السيدة هذا تصرف همجي ما كيليقش بها نهائيا. فكنتمنوا أنها تاخذ الجزاء ديالها، راه ماشي أي مشكل كنحلوه بالضرب، الحاجة كتحل بالعقل والتفاهم. في حالة إلا ما تفهمتوش راه كيكون، يعني كيكون القانون هو اللي كياخذ لك الحق ديالك. أما بالنسبة باش أنك تشوهي دوك الأستاذة وتضربيها وتجر، يعني طيحيها الأرض وتمسحي بها الأرض بسبب الإبن ديالك اللي ربما غادي تكون ضرباتو المصلحة ديالو، ولا العلم لله شنو المشكل وشنو عاود لك الإبن ديالك، ولكن باش أنك تصرفي مع الأستاذة بهالطريقة فراه عيب وحشومة. زائد كان عليها على الأقل الدراري الصغار، يعني كنت عارفه الدراري ديال المدرسة الابتدائية راه كيكونوا صغار كيكون فيهم واحد الخوف، فراه الصراحة عيب وعار باش أنك تهجمي على أستاذة أمام تلاميذ اللي مازالين صغار. فالله يهدي ما خلق. كنتمنوا أنها تاخذ الجزاء ديالها. فحتى هنا كنكون وصلت لنهاية الفيديو، فكنشكركم على المتابعة والاستماع. بالسلامة عليكم متابعينا الكرام، تهلاو لي فراسكم.